اوكي يا ابطال، هذا الفيديو العشاق الباربيكيو والشواء. هاي بيتي طبعا، من افضل واحد يسوي باربيكيو. شوفوا جبت لي من عنده النعم، هوبو شوفوا التجهيز، اضاع البقر المدخنة لعدة ساعات، 10 ساعات ما ادري ايش قد طبعا يدخنوها هاي الاضلاع. اوبو هاي الاضلاع تحفة مثل ما جاي تشوفون. طبعا ياها شوف الطماطة شلون مرتبها الك. اوه شوفوا لي هذا الصحن مع المقبلات، همين شوفوا شلون مسوي مرتبة ترتيب اشبه بالخيال. اوه عازل السلطة وبطاطس، بطاطس هاي طبعا ويا الشواء فتشي رهيب. نزل هنا نوعين بطاطس، شبابيك هاشتاقات ووجز. ياه نزل هنا بطاطتنا نسوي لنا مجهود. طاجن الفاصوليا باللحم، نعم تعرفون هاي الاضلاع يسوون اياها بيكت بينز. يو فاصوليا طبعا ضخمة الحبة الكبيرة. ريحة الباربيكيو الرهيبة، طبعا يستخدم افضل انواع باربيكيو. هو هاي هنا منا راحت هنا على العظمة الثانية، خلونا نجرب هاي الوصلة. واو يلا تفضلوا، بعد حار نبدي. بسم الله. شنو الطعم؟ وين مسوينك؟ ما ادري. شوفوا يا شلون جوسي. حار بعده باربيكيو اضافي عندنا. رهيب، طعم خيالي يا ابطال. واو يلا شوفوا وياه نغمسها بالباربيكيو شوي. جوسي وطاري. شوفوا لي الزيوت البيكا. الطعم وصلة رهيبة، ما بيها شحوم هواي وما يشيل. شوفوا لي هاي الفاصوليا هنا، شوفوا فاصوليا رهيبة مدخنة مطبوخة بالشواية مالت الباربيكيو.
فاصوليا خضراء هميه خالك مطبوخه. بوتيتا واو شوفوا هنا الشعب رهيب المنطقة هاي واو شنو هاي شنو من ترافة وترتيب وجبة صراحة أشبه بالخيال. شوي وفرة منها وهنون شوي شحمية، ولو ما أخذ لي أنا وصلة بيها شوي شحم أكثر. شوفوا لي الشحم يفيد، وصلة شحمية شوي ترفة رهيبة رهيبة. عمي هذا الشحم مالته يختلف يا عمي بروس، حسبالك الشحم من هذا ما يشوف صاير.
مطبوخ ساعات هذا. قلت له اريد وصله ما بيها شحم. لا قصرت شوفوا. رهيبة بيها شحم. واو. قلت انا مكبر اقول انا شنو اخاف الشحم ياخرني اسوي الفيديو عليه طويل بس هذا الشحم مالته شنو رهيب. بديت الوجز بيها لحمها. طبعا طاحش. نسوي لنا هنا والله سندويتشة من هاي الخبزة. نحط هنا شوية طماطة. شوي من هاي الفاصوليا الخضراء عجبتني صراحة. الفاصوليا الخضراء المطبوخة. ناخذ المنطقة بالخبز اللي ناقعة بالأضلاع وبالباربيكيو بالترتيبات. وشنو هو بطوط من سندويتش نطق عليه رشة باربيكيو. جيد. شوي خسات شنو هذا كرفويس مدري مقدونش. اوه زيتون محشى. الزيتون ما سوينا ريفيو منه لذيذ للغاية يا طال. ندفع يالله والله شلونكم بها. اخ الفاصوليا هاي عجبتني. بتيتها مالتها يعني بردت شوي ويابسخ شو الموضوع. هاي شوي ترفع بس باردة.
اخر لقمه من الضلع الرهيب. هنا شويه خبز. شنو هاي الفاصوليا مالتك؟ ممتاز. فقط هنا عندنا زلاطة وشوية بتيتة. البتيتة هاي صراحة ما تعجبني. استمر ناكل بهاي الفاصوليا الخضراء رهيبة صراحة. الليمون. يلا على كل حال فقط بس هاي السوالف ما اريد اضيع وقتكم بيها. راح استمر انا بيها طبعا. شكرا على المشاهدة.